انا واحد المواطن مغربي خدام على راسي البلاصه هي خدامين كنغسلوا السيارات، كنت منه ومن الدوله دير لنا شي تطورات على الاقل تعطينا شي تريبورد باش نقوم نعمروا الماء، باش نعمروا الماء على يدينا. عندنا مشاكل بزاف هادشي ديال الغسيل، تنطالبوا من الدوله تعطينا شي معاونات باش نطوروا المشروع ونجيبوا برودويات ونزيدوا كليان كثر، باش نخليوا الماء ديالنا في الصباح باش نجيو ونخدموا على راسنا، باش نجيو ما تلقاوش فهمتي. يعني بغينا تريبورتو حنايا انا وهاد السيد هذا اللي خدام انا وياه في هاد البلاصه هادي، واش نتمنى من المحسنين ومن المعاونين يتعاونوا معنا ويجيبوا لنا تريبورتو دو ديبلوم فهمتي، ديبلوم اجون دو ريستوراسيون سيرفيس كويزين، ديبلوم انستالاتور تيرميك سينيتير، وما كنتش قبلوش. علاش؟ كنتمنى من جلاله الملك ومن سيدنا ومن الحكومه دير معنا واحد التعاون هنايا ونطوروا المشروع ونحيدوا هاد البوادز ونديروا بانواش ونطوروا المشروع ونقيو الدنيا. المشاكل تلقى في الصعوبات دائما دائما، الفقر راه عارف ذاك بالفقر، الفقر دابا تخدم شي حاجه ما خدمتيش هي راه ما عندك منك الواد، ماكش اللي يعطيك ولا غادي يقبل لك ولا يصاوب لك شي حاجه ولا والو. هادشي اللي كاين الما دابا كله مره فين كاين نجيبوه، كانوا شي سقايات هنا في هاد الصحاب القيد حيدوهم، دابا مرة تمشيو للجردة مرة شي حاجة ولا تدير شي تكري شي موتور تمشي يجيبوك من شي بلاصة بعيدة. كاين الصعوبات ماشي الصعوبات أكثر صعوبات، حيت هادشي ما كاينش دابا، ما عندك شي واحد الحاجة قرارية ولا تجلس هنايا في الخلا فالشارع جا تيشي جا شي واحد الإنسان تتغسل الطونوبيل تيعطيك 10 دراهم ولا وصافي. هادشي اللي كاين، ما جا حد تتبقى جالس حتى العشية تتمشي، صورت شي حاجة غدي ما تاكل ما صورتش هي راه منك الواتساب، ما لقيناش اللي وقف في جنبنا ولا يعاوننا ولا ما كاين شي والو، حتى واحد ما تعرفك منك الواد، بحال واحد الإنسان براني غادي في واحد الأرض براني دايز صافي ما تيشوف واحد ما تعرف واحد. مشاكل أخي اللي تلقاو ومني تكون دايز شي مسؤول ولا شي حاجة تيقول لك حي الجماعة، هذا هو المشكل اللي عندنا. الماء تنعمروه، تعمرنا الدريب تريبورتور تنخلصوه، ماشي مدخول اللي جابو النهار كيدي الليل حتى لا صورتي كاع ما توصلش كاع 100 درهم كاع ما توصلش، وما عندناش شي حاجه شي بديل اللي غيفهمشي شي بديل اللي يلا تنديبانيو هنايا فهمتي. 12 سنه وانا تندير هاد المهنه، تيجيو كليان حيت على ود السرعه فهمتي، تيبغي يمشي لافاج شي تعطل فهمتي، على ود السرعه هنايا داك الشيء علاش شي تيجي عندنا كليان بزايد. وما كرهناش يديروا معنا اخي شي حل يجمعونا في شي بلاصه ويديروا لنا شي حل يطوروا لنا المشروع فهمتي. لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هيسبريس.